مع كل عيد ومناسبة هامة يشهد سوق الماشية في مدينة المخا انتعاشا جديدا. مطلع كل أسبوع يتدافع هؤلاء المتسوقين لزيارة سوق الماشية المنتشرة على أرصفة شوارع المدينة الساحلية، حيث يكون مربو الأغنام وموزعوها في انتظارهم. على عيد يغلى شوية يزيد ويرتفع على حسب الشعب والمواطن وعلى حسب المواشي، والسوق متحرك ما له شيء، والمزارع يدري بحاله والله مع الديزل هذا غالي. في الشريط الساحلي تشهد أسعار المواشي المحلية ارتفاعا ملحوظا بفعل انقطاع الاستيراد من دول القرن الأفريقي، وخاصة في مناسبة عيد الأضحى، إذ يشكل مكسبا وربحا لمالكي الأغنام، لكنه في المقابل يشكل عبئا إضافيا على المواطن غير القادر على شراء الأضحية. غالي القدي الصغير هذا ب10,000 ريال، لأنه ما بش وارد كثير، ما بش وارد، ما بش قلم حق الصومالي يوردوا، من حق الصومالي يوردوا، ذا كان القلب رخيص البلدي، لكن الحين ما فيش وارد من هنا من البحر. هذا يجيبه من هنا من المخام، من موزع، من هنا. يسابق الجميع الزمن للاستفادة من الحركة الاقتصادية التي تمر بها مدينة المخا بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي، حيث تحولت إلى مدينة آمنة يتوافد إليها ويقيم فيها النازحون من مختلف المديريات المجاورة التي لم تتخلص بعد من سيطرة الميليشيا. ولذلك تشهد المخا متغيرات مصاحبة لمناسبة عيد الأضحى، من حيث شراء الأضاحي والملابس وغيرها من مستلزمات العيد.